شيخ ضابط طالب كنيسة العمل، هل هو الصلاة خمس كل الأركان مع بعض؟ لا، ضابط جنس ترك جنس العمل هو الجنس، يعني بمعنى الإنسان إذا ما عمل شيئا فهذا تارك للجنس. لعمل بالجنس، لعمل بالجنس كالصلاة مثلا خرج عن ترك جنس العمل. وهذا يضع على الخلاف المتقدم في شرح دروس بعض الأخوة أن سعيد بن جبير وابن أبي حبيب من علماء المالكية ورواية عن أحمد يرون كفر من ترك الزكاة ولو لم يجحد وجوبها، ويرون كفر من ترك الصيام ولو لم يجحد وجوبه، ويرى الكفر من ترك الحج ولو لم يجحد وجوبه. وترك الحج هذا مأثور أيضا ظاهر الأثر عن عمر أنه يكفر ولو لم يجحد الوجوب. هذه مسألة خلافية، لكن الذي يجمع عليه الصحابة هو ترك الصلاة، فإن الصحابة لا يختلفون فإن من ترك الصلاة بالكلية ولو لم يجحد وجوبها أنه كافر. ولهم أدلة على ذلك من القرآن ومن السنة، كقوله تعالى وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، والله جل وعلا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ولا موضع آخر فإخوانكم في الدين. معنى هذا أنهم إذا ما أقاموا الصلاة فليسوا إخوانا لنا في الدين، والله قال إنما المؤمنون إخوة، إنها خرج هؤلاء عن حيز أخوة الإيمان. وذلك حين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أئمة الجو وخرج عليهم قال لا إلا أن تروا كفرا بواحا. في الحديث الآخر قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة، فعلم أن ترك الصلاة من الكفر البواح، فعلم ترك الصلاة من الكفر البواح. وفي البخاري أو عند البخاري حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاتنا استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم، فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تغفر الله في ذمته. فهذا دليل أيضا على تارك الصلاة ما هو بمسلم. يدل على هذا حديث جابر عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الشرك أو الكفر تركوا الصلاة، وهذا أجمع عليه الصحابة، حكى أجماع عبد الله شقيق العقيلي وأيوب ابن أبي تميمة السقطياني ومحمد ابن نصر المروزي وإسحاق ابن راهوي وغير هؤلاء من الأئمة، يحكون الإجماع على أن تارك الصلاة ما هو بمسلم. ولذلك في حديث الصدفي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصلاة يوما فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة. وكان يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، لا يحشر مع هؤلاء المسلم، المسلم لا يحشر مع هؤلاء، لا يحشر مع هؤلاء إلا ومن هو من جنسهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مع فرعون وهامان نوع هؤلاء أئمة الكفر، حتى لأن تارك سيختلف، أحيانا يكون كفره للإعراض والامتناع ككفر فرعون، أحيانا يكون لانشغال بالدنيا ككفر هامان، أحيانا للكبر كقارون وهكذا من كفر هؤلاء. فكل واحد يحشر مع أئمة الكفر هؤلاء. فتارك جنس العمل لا يختلف فيها للسنة أنه ما هو بمسلم. إذا قام الصلاة وامتنع من الزكاة ومن الصيام ونحن أيضا هذا فيه خلاف. أن يكون الضابط يا شيخ الصلاة لإجماع الصحابة عليه، الضابط من المجمع عليه لا من المختلف فيه، البقية مختلف فيها كما ذكرت لك الروايات على الأئمة هؤلاء.